الخير، تونا طالعين ورايحين الآن، متجهين ساعتين عن ليما، رايحين للهيلث كير كلينك، ولازم أقوم لأن الجيم بتقوم تطلع، فالباص ما يحتاج أقول كيف قد. بما أننا جالسين في الباص، خلنا أقول لكم وش التوكلت اللي سألوني عن التوكلت. التوكلت هذه نبتة الكاكاو. هذه شفت الحبوب اللي داخل، هذا الحبوب ياخذونه يطلعونه يسووا يحمسونه يسوون منها شوكليت او كاكاو. هذه النبتة الكبيرة، وهذه الحبوب هي حبوب الشوكليت، لكن النبتة كلها تسمى نبتة الكاكاو. طعمها ما كان حلو. هي المفروض اني بس اذوقها يعني اعضها يعني بس عشان اطلع النكهة، بس ما جازت لي. يعني مو سيئة، لكن مو حسها مو قابلة للأكل قبل لا تكون محموسة. طعمها شوي حامضة تقريبا، على لا كأنها لوز، كأنها شيء زي كذا يعني، بس حامض. هذا المطبخ الصغير اللي سويت لنا فيه الغداء. هذا البيت بشكل عام. شوف السقف. هذه الأشياء تخليكم تقولون الحمد لله والشكر على كل نعمة. تخيلوا أنا الآن في قرية، زي ما قلت شايفين كيف الضباب. هذا على فكرة مو ضباب، هذا تلوث الهواء عندهم من كثرة التلوث. شوفوا هنا، شفتوا هذا الشيء، ترى هذا المحيط بس ما انتم قادرين تشوفونه من التلوث. شايفين كيف؟ تخيلوا كيف الناس اللي هنا عايشين، كيف الأمراض النفسية، مو النفسية، الأمراض التنفسية اللي عندهم هنا. الله يعينهم. زائد انه ما عندهم موية، الموية ترى الموية بس 3 ساعات باليوم، وعندهم كهرباء بس عندهم زي ما انتم سامعين ان عندهم كلاب كثير وعندهم حيوانات كثير اللي ما لها يعني ما لها اصحاب، فبالتالي الحيوانات ممكن تكون احيانا تنقل امراض ولا هذه الاشياء. وديك ما ادري منين طلع الديك. لأ
جالسين نمشي وهذولك طبعا ما عندهم اونر، فقاعدين يروحون عشان يحفظون او يحمون المباني والبيوت حقت الاصحاب اللي هم يتعاملون معاهم. ففي كثير من الكلاب، قاعدين يقدر اقول يمارسون طبيعتهم، مو زي لما يكون بامريكا اللي كلاب تقريبا تتعامل كثير مع الناس، في اختلاف كثير.